أنا اسمي داوود سالم، عمري 9 سنوات. أنا ساكن في خيمة صلبان في عدن مع أمي وأبي وأخوتي. أنا نازحين في الحديدة من سبب الحرب، وخسرنا كل شيء، بيتنا والغنم والأبقار خسرناهم. كل شيء خسرناه في الحديدة، واجينا مخيم غازي ألوان. أصحى الصباح أصلي الفجر وأنتظر وقت تسليم الخبز. أذهب بالصباح على كي أستلم الخبز. أهلي يعود للمنزل وأصبح مع أهلي. الخبز حاجة مهمة في حياتنا، من قبل كنا نلاقي صعوبة في شراء الدقيق. والآن الحمد لله فريدة بيكريز ساعدنا بالخبز، نلاقي ما ناكل كل يوم.